فنجي نسجل نكمل بقية المعطيات اللي أنا عندي. أنا حسب السؤال أيضا هو قال لي يا ترى الميو هو عبارة عن 67.45%، أيضا أنت عندك السيجما اللي هو 2 عدد صحيح و 94. أوكي، the class parameters شبيهة convert to standard scores اللي هو الزد، لأن أنا بالأصل تعرفون كل الزين أنا ما أقدر أشتغل بالnormal distribution، هو حينطيالي بصيغة إيش طلبة الأعزاء، هو حينطيالي بصيغة الـ X، والمفروض أنا ما بقي بصيغة الـ X وإنما لازم أحولها ليوان إلى صيغة الزد، وبالتالي لازم أضعها في الترتيب معين. أوكي، والآن ما ننساها إشقد أنا الآن حسب السؤال الموجود عندي، عندي إش كم قيمة هو هياته بالأوبزيرفت، عرفت إنه هو عبارة عن 100 من جماعتين، يعني من الممكن طلاب آدم ما أنطيك هاي المجاميع، أنت المفروض تجمعها لأن حتى تعرف الآن. هاي ملاحظة إلك حعيدها طلاب، دشوفون هنا نسأني بالسؤال منطيق قيم الأوبزيرفت، بس من الممكن ما أنطيك هذه مجموعها، فبالتالي انت حتى تعرف ايش قد الان شو تسوي تجمع لي القيم مالتها، فراح تقول لي اوكي اذا هي عباره عن 100، فبالتالي حتجي تسجلها كمعطيات بالسؤال حتقول لي هم عباره عن 100. زين، احنا سجلنا الملاحظه اوكي، نحولها يعني بصيغه ايش، بصيغه الزت. خلي نسوي الجداول اللي راح احتاجها من البداية هالمرة ونبدأ نشتغل، فراح نجي نسوي الجداول. أول جدول اللي هو الماس اللي هو راح يمثل لي طلبة الأعزاء كلاس ليميت. أوكي، من أجي أكيد لازم شو أسوي حسب الـ يعني البتوين بيناتهم من 60 إلى 62، أيضا من 63، من 63 إلى 65، من 66 إلى 68، من 69 إلى 71، من 72 إلى 74. ايضا هو ايش منطيني معطيات، منطيني الاوبزرفت اللي هو الاو فريكوانسي، الاو فريكوانسي اللي هي كانت القيم حسب ما معطات 5، هنا 18 42، 27، وايضا عندي 8. وقلت لكم ملاحظة المهمة لازم أجمعها حتى أعرف الآن اللي هي هنا 100. زين، حتى أكمل احنا ايش قلنا، لازم نحول هاي القيم من دلالة الاكس إلى دلالة الزد. زين اوكي، نتذكر قانون الزد حتى نفهم اني ليش احتاج اسوي او شو احتاج من هاي الكلاس ليميت اللي هو انطاها الي، بس نتذكرها. فخلينا ننطي هاي الصفحه الكامله ونجي نكتب هنا كانه اول خطوه للحل. انا المفروض احتاج استخرج الزد، بس ملاحظه ايش كم زد، ليش انا عندي لازم استخرج لكل، نرجع للسؤال شوفوا هنا إيش كم قيمة هنا أنا عندي؟ عندي 2، 60 ب 62، بمعنى أنا أحتاج أستخرج Z1 وأحتاج أستخرج طلبة أعزاء Z2 لكل، إذا هنا أنا صف من 60 إلى 62، من 63 إلى 65 إلى آخره، أحتاج أستخرج قيمتين للزت، فلهذا لازم أكتب Z1 وZ2 لكل صف، لكل S صف. القانون نتذكره X1 ناقصا لميو على سيجما. أوكي، إذا خلي نرجع لفوق، ليش أنا هذا عندي أوكي هذا عندي أنا لميو وأنا عندي السيجما، بس هل يا ترى أنا عندي قيمة الـ X؟
ليش؟ لأن تذكرون إحنا من كنا شو نسوي؟ نطرح من القيمة الأولى بمقدار نصف قيمة الـ LSD ونضيف نصف قيمة الـ LSD للقيمة منية الثانية. نعيد الحكي، نطرح نصف قيمة الـ LSD من القيمة الأولى ونجمع ويا هاي القيمة الثانية نصف قيمة الـ LSD الموجود عندنا. طبعا حسب هاي الـ 60 و62 كل أعداد صحيحة، فإذا الـ LSD هو عبارة عن واحد عدد صحيح، فبالتالي إذا نصف قيمته راح تكون 0.5، وهاي أكيد وين حخليها؟ بداخل القوس أو المربع، ومن ثم نجي نشتغل. إذا لازم هسه أسوي عمود، أول عمود هسه أبدي أشتغله اللي هي قيمة pounders. فنجي نكتب pounders. أوكي. هاي. فراح نطرح من أول قيمة اللي هي 60 نصف مقدارها، فش راح يصير 59. حصل 59 ونص إلى هاي القيمة الثانية، راح نجمع مقدار النصف حصل 62 ونصف. نجي هنا احنا تعلمنا مباشرة نقدر ننزل هاي، فش راح يصير حصل 62 ونصف، وهنا نجد 65 ونصف. أيضا ننزل أول قيمة، فراح يصير 65 ونصف، 68 ونصف. هنا 68 ونص، أيضا 71 ونصف. هنا الحالة الأخيرة 71 ونص إلى 74 ونصف. هذا من هو طلبت الأعزاء هذا الباوندرز اللي من خلاله حبدي هسه استخرج Z1 وZ2 لكل ايش؟ لكل قيم صف. فبالتالي هنا أنا حيكون اذا هسه راح اسوي الاعمده احنا خلينا نشوف يكفي لا ما يكفي، فراح ننزل نكمل العمود. طبعا بالملزمه حشوفه ان شاء الله مفصله لكم، بحيث يمها اكو مثلا ستار واحد، فمعناتها تروح للشرح لستار واحد مفصل، ستار اثنين حتروح تلقي بالصفحة اللي وراها شنو معناتها ستار اثنين، شنو الخطوات اللي استخدمتها لستار ثلاثة، وهكذا نفس الحالة بالملزمة السمري. اوكي نكمل طلبة الاعزاء. فلازم نخلي هنا اذا زت 1 وزت 2 زت 1 اوكي، وهنا زت 2. نجي استخرج اكمل هنا اوكي. هسه اول قيمة عندي انا هي عبارة عن 59 ونصف، 59 ونص ناقصا 67 و45 على 2 عدد صحيح 9 2، حتكون القيمة الأولى سالب 2 عدد صحيح 7 2. أوكي هاي القيمة الأولى وين؟ في الصف الأول. للصف الأول نجي هسه نفس الحالة، الاكس 2 للصف الاول ناقصا لميو على السيجما اللي هي ايش قد طلبت الاعزاء كانت 62 ونصف، ف 62 ونصف ناقصا السيجما اللي هي ثابته عندنا اللي هي 67 و45 على 2 صحيح 9 2، هتطلع للقيمة سالب واحد عدد صحيح وسبعة. هاي وين أوديها؟ أجي هنا أنزلها بالعمود الخاص بيها مباشرة وبنفس الترتيب، يعني حصير هيجي سالب أوكي 2.72 مقابلها القيمة الأخرى اللي هي سالب واحد عدد صحيح وسبعة. راح نسوي نروح نكمل الزت 1 والزت 2 للصف الثاني. من هو الصف الثاني؟
من الصف الثاني طلبة الأعزاء هذا هذا الصف الثاني اللي هو 63 إلى 65 اللي هو معناته 62.5 إنمن إلى 65.5 هذا هو الصف الثاني. ونفس الحالة نجي نستخرج له القيم فراح مباشرة بعد نكتب يعني القانون أوكي. فش راح يصير هو طبعا هنا نبين يعني هو نفس هذا بس ما يخالف نكتب 62.5 ناقصا 67.45 على 2 عدد صحيح 9.2 يساوي لنا سالب عدد صحيح سالب 1 عدد صحيح و7. القيمة الثانية اللي هاي طبعا Z1 Z2 للصف الثاني اللي هي حصير 65.5 65.5 ناقصا 67.45 على 2 عدد صحيح 9.2 شي يساوي لي سالب 0.67. هاي القيمتين راح نصعدها فوق نيجي نكتبها فإذا حصير هنا سالب 1 عدد صحيح و7 وهنا مقابلة سالب 0.67. طلاب أنا أعتذر بس على مود الوقت فمباشرة حكمل لأن هي نفس الخطوات حنطلع حس Z1 والZ2 للثالث وكل مشروح إن شاء الله عندكم بالملزمة فالZ1 والZ2 للثالث والZ1 والZ2 للرابع وإلى آخره. فمباشرة إذن حكمل فش راح يصير حصير هنا سالب 0.67 وهنا 0.36 راح تجي هنا الـ 0.36 وش راح يكون مقابلها 1 عدد صحيح 3.9 هنا راح ينزل 1 عدد صحيح 3.9 وراح يكون مقابل 2 عدد صحيح 4.1 ولما استخرجنا الـ Z1 والـ Z2 لكل الصفوف الموجودة عندنا لازم نستخرج الـ Area Under the Curve from Table لكل قيمة Z1 وZ2 وين نخليها طلاب؟ نخليها بعمود جديد راح نشتغله. هذا العمود الجديد شنو اسمه؟ حيكون A1 أوكي A1 و A2 هم عبارة عن إيش طلبتي الأعزاء؟ هو هم عبارة عن الأريا under the curve أوكي. فانت لازم تروح للجدول احنا اوكي متعلمين شلون شلون سوينا للجدول حروح للجدول فنستخرج بالنسبه السالب عدد سالب 2 عدد صحيح و72 راح تكون القيمه مالته هي عباره عن 0.49767 نفس الحاله حروح هسه للجدول نستخرج الاريا اندر ذا كيرف لقيمه سالب 1 عدد صحيح و7 راح تكون 0.4554 طبعا هاي القيمة هي نفسها فمباشرة أنا شو حسوي ننزل الأريا مالتها فاللي عبارة عن 0.4554 أجي أستخرج هاي القيمة الجديدة هسه عندي من الجدول سالب صفر عدد صحيح وسبعة وستين فش راح ينطيني حينطيني 0.2486 ونفس الحالة مباشرة ننزل هاي هناك فراح يطلع لنا 0.K area لأن هي نفسها 486 أوكي نجي نستخرج هسه قيمة الـ 0.36 من جدول الـ Area Under the Curve فراح تطلع لنا القيمة هي إيش قد حيطلع لنا 0.1406 وهكذا للبقية أوكي ولما استخرجناها هسه راح نستخرج العمود اخر اللي هو يمثل الفانكشن الاي ماينس الاي 2 حتى اقدر استخرج
المتبقي ما بيناتهم أو الفرق ما بيناتهم. فشرح سأسوي عمود جديد، هذا العمود طلابي الأعزاء أنا أقدر أسميه يعني function، بس مباشرة أخليه كتبه هو كقانون كأنه اللي هو A1 ناقصا الـ A2. فراح نطرح، هسا أول قيمتين يعني أول area بين قوسين هذولا راح نطرحهم، فراح نسجلهم هنا 0.4967 minus 0.4554 فيطلع لنا القيمة مالتها اللي هي 0.0413. هسه نستخرج بالنسبة إيش الفرق ما بين الأريا للصف الثاني اللي هو موجود مثل ما تشوفون أمامكم 0.4554 0.2486، فراح يطلع لنا اختصارا للوقت طلبتي حيطلع لنا مباشرة 0.2068 أوكي 0.3892 وراها حيكون 0.2771 0.0743 حاصل جمعها طلبة الأعزاء ثواني أوكي فوق حاصل الجمع مالتهم الهاف فانكشن ايضا لازم يشرح يكون يساوي لي او مقارب المن للواحد عدد صحيح. ليش؟ لان هو بالاصل جاي من ايش؟ من اريا. تذكرون هي الاريا اصلا ما تتكون، هي اصلا قيمتها واحد عدد صحيح، لان هي كبروبابيلتي كاحتماليه هي كلها ما تتكون من واحد عدد صحيح. مفهوم طلبة الأعزاء؟ فلهذا أنتوا تجون تنتبهون على probability كلها هي محورها الواحد عدد صحيح والترتيبات اللي داير مدائرها. أوكي هسه يلا وصلنا المرحلة أنه أنا أقدر أستخرج الـ expected frequency اللي هي الـ EF function. هاي شون أستخرجها؟ أوكي طبعا طلاب كل شيء بالأحمر هو عمود، طبعا بالملزمة أكيد مرتبة بشكل أفضل بهواية من هنا، أنا فقط شرح. فهسه راح أجي أسوي عمود جديد اللي هو هالمرة راح يكون الـ expected أوكي الفريكونسي اللي هو شي يمثل لي طلاب اللي هو مثل ما قلنا هو يمثل الـ EF اللي هو من جايني كقانون، هو عبارة عن خلي أكتب هنا جوا حتى نستفاد من المسافة، هو عبارة عن function مضروبة في إيش؟ في 100. فقيمة قيمة نأخذها، أنا هسه القيمة الأولى خلي أجيبها هنا كانت هي 0.0413 هاي طلابي هاي تشوفوها هاي أوكي بيش أجي أضربها؟ راح أضربها في 100 فبالتالي القيمة مالتها حصير 4 عدد صحيح 1 و3. نفس الحالة بالنسبة للقيمة الثانية اللي هي 0.2068 في أيضا 100 فراح ينطيني 20.68، ونفس الحالة للبقية راح نكملها مباشرة بإضافتها راح تصير 38 9 37 21 7 1 7 3. فمجموع الـ EF أيضا تقريبا شكده يصير
100 لان احنا لازم الاوبزرفت هو يعني يساوي الاي اللي هو الاكسبكتد، هاي فشي يعني اكيد متاكدين من عنده، من الممكن ان الاكسبكتد يطلع لك فرق بوينتات بسيطه لكون تدري شغلات التقريب والبوينتات اللي صارت عندنا واهدار يعني نحكيها هيك ترك بعضها، فبالتالي اكيد راح اكو فروقات جدا بسيطه. فهو المهم يجب ان يساوي ما بين الاوبزرف وما بين الاكسبكتد فريكوانسي. واخيرا الخطوه الاخيره كاستخراج، انتبهوا علي يا طلاب، كاستخراج الكاي سكوير راح نجي اخيرا نطبق القانون اللي من خلاله نستخرج الكاي سكوير، فراح نقول اوكي الكاي سكوير حسب القانون شو يقول؟ يقول اللي هو الاوبزرف فريكوانسي ناقصا الاكسبكتد فريكوانسي كل تربيع مقسوما على شقد؟ على الاكسبكتد فريكوانسي. اوكي فنجي نكتب القيم مالتها ونشتغلها. فبالنسبة للأولى، فبالنسبة للقيمة الأولى أنا هشتغلها. أوكي شو حتكون من نرجع للمثال، لأن احنا ساعدنا أول قيمة ايش قد طلبت الأعزاء بالنسبة للأوبزرت هي 5. أوكي هي 5 مثل ما تشوفوها أمامكم، نرجع نكتبها هنا. فإذا 5 ناقصا ايش قد طلعنا قيمة الاكسبكتد هسه طلعناها 4 على الصحيح 1 3 كل تربيع مقسوما على 4 على الصحيح 1 3 حيطلع لنا 0.1832. اوكي هاي القيمة الأولى. نيجي نفس الحالة بالنسبة للقيمة الثانية، نرجع هنا شقد القيمة الثانية طلبتي 18 بالنسبة للأوبزرفت ننزلها، فراح تصير 18 ناقصا 20 اللي هي هاي. اوكي 20.68 كل تربيع، وهنا أيضا 20.68 حيطلع لنا 0.3473 إلى آخره. المهم طلبة الأعزاء هاي كلها نستخرجها، ولما نجمعها مجموع الكاي سكوير حيطلع لي 0.959. هاي هي القيمة المحتسبة لمن؟ الكاي سكوير. هسه المفروض اجي اقارن هاي القيمه اللي انا استخرجتها ويا من؟ راح اجي اقارنها ويا الحرجه الكريتيكال فاليو بالنسبه للحرجه اللي لازم نستخرجها منين؟ من الجدول. لازم قبل لكن قبل ما نروح ونستخرجها لازم انا بالاصل اعرف شنو؟ اعرف درجه الحريه مالتها، فبالتالي اذا لازم نرجع ونتذكر القانون ما درجة الحرية. درجة الحرية في هاي الحالة ايش راح يساوي لنا؟ K ناقصا 1 ناقصا M، لأن مثل ما قلنا هنا بعد صار اكو بارامترز بالموضوع، وهذا من دخل بارامترز إذا صار إلى فت قيمة لازم نجي نحتسبها. أوكي نرجع هنا أنا أفتهم البارامترز هم وينهم، يعني هسا أنا حسب هذا الحكي أنا حقول لك يا طالب العزيز أنت عندك 2 بارامترز. هتقول لي زين وين هذول التو بارامترز؟ هذول يا طالب العزيز هاي هذا 1 والسيجما اللي هو ايش قد؟ رقم 2. اوكي هذول هم حيمثلوا لي هنا البارامترز الموجوده انا عندي زين. فبالتالي اذا انا على هذا الاساس لازم اشتغلها، يعني حتى هم تتاكد يعني ليش هذول انا اعتبرتهم كبارامترز؟ لأن نتذكر القوانين we have شنو الميو and ايش السيجما، هذول ايش بيهم؟ القانون مال الميو هو عبارة عن مجموع ال f i x i على مجموع ال f i زين. إذا هنا هذا بالنسبة للكلاس مارك، السيجما هو مجموع ال fi بالنسبة للx هذا السيجما، إذا معناته إذا أنا بالأصل
هم هذول الباراميترز اللي يأثرون عندي اللي هم M يساوينا 2. أوكي؟ فبالتالي إذن حيصير القانون اللي أنا حطبقه الK. يا ترى أوكي الK شقد لازم نشوف حتى نفهم حتى نقدر أنا أطبق الK. من أجي أريد أرجع هنا إيش كم يا ترى صف أنا عندي بالنسبة للK؟ 1 2 3 4 5. هذول الصفوف الخمسة شي يمثلون إذن أنا عندي؟ هم اللي يمثلون الK، يعني كأنه عدد المحاولات الرسمية اللي كنا نحكي عنها بالباينوميال قبل شوية اللي حكينا عنها. من قلنا صفر ماكو ولا هيث يطلع عندي، واحد هيث، تو هيث إلى آخره. نفس الحالة بالباينوميال الصفوف الفترات من وإلى هم هذول دي يمثلوا لي إيش؟ دي يمثلوا لي ما يعرف بالK. فبالتالي أوكي أجي أثبت، أجي أثبته، آسف، أجي أثبت الK. فالK حصر هنا إذا معناته عندي حتكون 5 ناقصاً 1 اللي هو ثابت، ناقصاً 2 اللي هو 2 parameters عرفنا من جبناها. فبالتالي هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن 2. ايضا لازم نذهب للجدول وتعلمنا سوري يعني كيفيه الذهاب للجدول، لان بعد عندنا موضوع مهم وصغير حتى نخلصه اليوم ان شاء الله كله. من راح نروح للجدول راح اشوف كالتالي، يعني الطريقه اللي حستخرجها انه اني المفروض بالنسبه للاثنين درجه الكاي سكوير عند درجه 95%، لان احنا قلنا اذا 5% معناته ايش قد 95، حصل 5 عدد صحيح و99. هذا شو راح تمثل؟ ها راح تمثل from table. نجي هسه اقارن هالكريتيكال اللي انا استخرجته هنا ويا من اقارنها ويا المحتسبه. فاذا الكاي سكوير حتكون اصغر اكيد من الكاي سكوير الجدوليه اللي انا استخرجتها عند 95%، لان الكاي سكوير هي عباره عن صفر عدد صحيح و900 و59، وهي أكيد أصغر من 5 عدد صحيح و99. أوكي شنو معناته هذا؟ من تجي هسه تيدي تفسر لي حتقول لي depth is good at significant level اللي هي شقد 0.05، أو تكتبيها لي 5% بكيفك. زين، لكن ناخذ فد ملاحظه، لان احنا هاي الملاحظات ترى هي عباره عن فرع ممكن يجيك. انا دا اقول لك هاي الملاحظات ممكن هي عباره عن فرع ممكن يجيك وين بالامتحان. الملاحظه المره شو راح تقول لك؟ نوت determine if the fit too good. determine if the fit too good. شو قلنا؟ قلنا اوكي ماكو اي مشكله، اللي راح نشتغله بعد ما راح نشتغل على ال 95، وانما راح نرجع نشتغل على ايش؟ على 0.05. فاذا الات بالنسبه لدرجه الحريه عندما يساوي لنا 2، راح نحاول نستخرج الكاي سكوير كقيمه عندما تكون 0.05 من خلال الجدول. فعندما تكون درجه الحريه 2 عند 0.05، فراح تكون القيمه للكاي يعني الكريتيكال 0.103. هاي ما استخرجناها from table. اوكي الكاي المحتسبه بهاي الحاله هي عباره عن ايش؟ اكبر ام اصغر من عدها؟ هنا انت لازم نشوفها بهاي الحاله هي اكبر ام اصغر. طبعا هنا بهاي الحاله لا، هي اكبر من الكريتيكال. ليش؟ لأن أنا بالأصل عندي هاي القيمة هي عبارة عن 0.95 اللي هي أكبر أكيد من 0.103. بهاي الحالة شو حقول؟ حقول we can depend on data. أوكي أنا راح أقدر أعتمد على هاي القيم او الداتا الموجود عندي. زين اوكي يجينا
يعني السؤال بأكثر من طريقة ممكن طلاب الأعزاء. إحنا عدنا طبعا حقيقة بس ما عدنا test goodness fit of Poisson. هذا هو نفس الطريقة اللي كنا نطبق بها قانون البويسون. قانون البويسون تذكروا اللي هو عبارة عن the probability للX شي يساوي لنا لامدا بالنسبة للX ناقصا الE سالب لامدا على إيش؟ على مفكوك الX. هنا حتى أقدر أستخرجه لازم حيكون عندي جدول، أيضا نسوي الجدول. هذا الجدول هو عبارة عن الX اللي هو حتكون معطات والأوبزيت فريكوينسي، حستخرج المفروض البروبابلتي للX باستخدام إيش؟ قانون البويسون. ولما أستخرجها أنا أقدر أستخرج خلينا نقول الكاي سكوير، بس في أحيان أخرى أنا أحتاج إيش؟ في أحيان أخرى لميو ترو. ليش لميو ترو؟ لأن بالأصل لميو ترو هي نفسها لميو المن البويسون، اللي هي بالأصل شو تساوي طلبة الأعزاء؟ السيجما اللامدا، آسف اللامدا. فبالتالي لازم أكتب القانون بالنسبة للميو ترو اللي هو هنا لازم شو يساوي لي مجموع xi ناقصا الobserved للf على مجموع الobserved ايضا للf، وراها probability للx شو راح ينطيني؟ راح اقدر استخرج من عنده الe اللي هي expected frequency اللي هو من خلال مجموع الE frequency لازم المفروض يساوي لنا المجموع للobserved frequency لازم المفروض شو يساوي لنا number of effect. هذا بالنسبة للبويسون. يعني هي خطوات نفس الحالة اللي تطبق ب يعني بالسابقات إن كان normal أو إن كان يعني باينوميال، لكن أسهل حقيقة لأن احنا شفناه حتى بالحل الطبيعي ما كان أسهل. الموضوع الأخير طلبتي الأعزاء اللي نريد نشرحه هو هذا كاي سكوير تيست فور اندبنس. هنا الطلاب ترى هو جدا بسيط، بس انتبهوا علي تطبيق مباشر، هذا يعني واحد يتمنى أصلا يجي بالامتحان فقط بشغلات جمع وقسمه بس، فانتبهوا علي حتى ان شاء الله نفهمه. هنا الكاي سكوير تيست فور اندبنس هو احتمالية وجود متغيرين وتفسير العلاقة ما بين دول المتغيرين. فمثلا على سبيل المثال انتم مثلا عندكم يعني الضغط ودرجة الحرارة. هنا الطلاب انتبهوا على شغلة، القيم هنا تأتي على شكل عدد من القيم ولكل من X و Y. ليش؟ احنا قلنا عندنا متغيرات اثنين، واحد يأثر بالثاني مثل الضغط ودرجة الحرارة، فبالتالي اكيد راح تجي قيمها X و Y. انتبه طالب العزيز شلون X و Y، X1 X2 X3 Y1 Y2. من نشوف هيك صيغة احنا ما عندنا لحد هاللحظة، يعني من بداية المواضيع ما الإحصاء الى هاي اللحظة X و Y، يعني عوفكم الرسومات ما يدنحش احنا على الرسم، احنا نحكي كقيم كجدول. اوكي، فبالتالي انت مباشره تقدر تطبق الكاي سكوير تيست فور اندبنس. خلي ناخذ المثال، يعني قبل المثال خلي بس نوضح فت شغله حتى تكون لكم واضحه، وراها نبدي نشرح المثال لان شرح المثال افضل. اوكي، فمن نجي بهاي الحاله انا عندي نظريتين. اوكي، أنا عندي نظريتين. شنو هاي النظريتين اللي اعتمدها؟ لازم بالبداية أحدد determine the null and إيش alternative hypothesis الفرضيات الصفرية والبديلة، لازم أحددها اللي هي شو تمثل لي طلاب. النظرية الصفرية أو البديلة اللي احنا نسميها تكون قيمتها H O يعني H zero. شنو معناته؟ the row variable and column variable are independent. اوكي،
الحالة الثانية اللي هي إيش؟ alternative hypothesis اللي هي الH يساوي لنا واحد. بهاي الحالة the row and column variables are dependent. أوكي؟ منا نفهم إن كانت هاي المتغيرات إن كانت مستقلة أو إن كانت معتمدة واحدة على الثانية. وعلى أساس هذا التفسير راح نقول هل هي هذه هي null hypothesis لو alternative hypothesis. فيا فرضية راح نستخدمها. والشغلة الجديدة اللي أيضا راح نتعلمها شيء جديد في كيفية استخراج درجات الحرية مثل ما تشوفون هنا. بس أرجع وأقول لكم أنا أفضل نشرحها مباشرة بالسؤال، يكون أسهل بهواية من حكي هسه كشرح. بالشرح هواية أمور مرات ما تظهر إذا مو كمثال عملي أمامك ينشرح. طلاب Example test the independence. Okay. The following table contains observed frequency for two variables X and Y. الحالة الأولى شريط compute the value of chi square. إد أو احصي القيم المن بالنسبة للكاي سكوير. compute. Okay. زين هاي بالنسبة للحالة الثانية. الحالة الأولى آسف. الحالة الثانية تيز the hypothesis that X and Y are independent at the 0.05 درجة النظرية. من أقرأ هيك شغلة بس أقرأ كلمة independent مباشرة طلاب أفكر إذن هو low null hypothesis low alternative hypothesis واحدة من عدهن low H0 low H1. فشون أعرفها؟ لازم أطبق هسه الخطوات حتى أعرفها هل هي H0 أو هي H1. السؤال مثل ما تشوفوا هذا أمامكم. بس أكو شغلة شون يجي السؤال بالامتحان. نيجي نطبق. طلبتي الأعزاء السؤال من يجيك بالامتحان مثل ما قلنا المنطوق مالته the following table contains observed frequency for two variables x y حيجيك كأنه هسه هذا. اوكي حتكون هنا x1 x2 x3 وهنا ايش راح يكون y1 y2. حتكون القيم بالداخل نجي نكتبها 87 هنا 12 74 32 34 18. طلاب تجيكم بهاي الصيغة بين قوسين شنو معناتها أنا ليش كتبتها؟ ما راح يجيك صف التوتال ولا العمود مالته. مفهوم طلاب؟ نعيد الحكاية. من حيجيك السؤال ترى حيجيك بهاي الصيغة فقط قيمة القيم الاكس وقيم الواي، ما راح يجيك لا صف التوتال ولا عمود التوتال. ليش؟ لان هذا انت تستخرجه من ضمن خطوات الحل. فراح نجي هسه نحكي خطوات الحل ويا يا طلاب. الخطوة رقم واحد نقوم بعملية إيش؟ جمع. يعني هسه العمود واحد واحد ونثبتها يعني بصف جديد. هنا نكتب لي جوا شو نسميه هذا الصف؟ نسميه التوتال. فمن نجي نجمع 87 و12 حصل 99 74 و32 حيطلع لنا 106 34 و18 طلع لنا ايش 52. هاي هسه انا سويت كعمود اني جمعت. هسه لازم شو اسوي طلبتي بالحاله الثانيه؟ اجمعه كايش؟ كصفوف. فاذا معناته ايضا لازم هنا اسوي لي خانه حتى اجمعه صفوف. فراح تصير هسه العمليه
87 زائدا 74 زائدا 34 حيطلع لي 195. هذا شيء يمثل التوتال للصف الأول.